عشان كده أنا بتقدم بكل الشكر للشركة المتحدة وصديق العزيز الأستاذ عمرو الفيلي ومع الوزير أشرف سلمان وكل القائمين على الشركة المتحدة، لأن فعلا التغطية الإعلامية والراعي الإعلامي وأيضا توثيق وتصوير العروض هيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. وإن شاء الله العروض بقى اللي هتفوز يعني إن شاء الله إحنا عاملين درع كويس قوي، واللي مصمم الدرع الأستاذ الدكتور بقى دكتور الكبير دلوقتي محمود صبري، وفين مكاوي عامل معانا دور عظيم برضه، هو اللي بيصمم لنا الدعاية وبيعمل مجهود. أنا اتخانق امبارح مع سامي مش عارف ليه.